السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعي قناة أجيال أندلس. النهاردة موضوعنا مختلف خالص عن موضوع الأخبار التعليمية والوزير والثانوية والكلام ده كله. خبر أنا لما عرفته حزنت. عارفين كلنا أجرأ امرأة في مصر، مدام لبنى عبد العزيز. مدام لبنى عبد العزيز خبرة أكتر من 20 سنة في مجال التعليم، فلسفة وتاريخ، وكلنا ملاحظين اللي هي دايما بتطلع على صفحتها على الفيس، واحنا بيبعت لنا الفيديوهات بننشرها عندنا، بتناشد دايما بحق الطلبة وحق أولياء الأمور، ودايما بنشوفها منفعلة ودايما بنشوفها واقفة في صف الطلبة وصف أولياء الأمور. واللي حصل كان حاجة غريبة أوي. بعد الخبرة دي كلها وبعد السنين دي كلها وبعد اللي حصل ده كله، جه أمر لأجرأ امرأة في مصر تتفصل من شغلها، او فقدت وظيفتها، او مشوها. طب ايه السبب؟ ايه اللي حصل؟ احنا هنسمع الكلام ده منها شخصيا. انا هحاول اتواصل معاها دلوقتي عشان نشوف فعلا ايه السبب وايه السر في الكلام ده كله. بعد كل الكلام ده في اسكندرية، طبعا هي خبرة 20 سنة وبناشد اصحاب المدارس في اسكندرية وفي كل مكان، يا جماعة مدام لبنى عبد العزيز ما ينفعش تسيب وظيفتها. اصحاب المدارس الخاصة، اصحاب المدارس، قدامكم خبرة 20 سنة، قدامكم اجرأ امرأة في مصر نجدت بحق الطلبة في كل الاماكن، وفعلا نجدت بحاجات كتير وتنفذت. احنا هنتصل بمدام لبنى عبد العزيز علشان نعرف منها ايه السر وايه المشكلة اللي محدش يعرفها. يعني انا عرفت من كلامها اللي تم فصلها من شغلها، فهل فعلا ايه اللي حصل؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا سوسن؟ ازيك يا مدام لبنى، اخبارك ايه؟ الحمد لله، والله الف حمد وشكر. الوقت احنا مش هنسألك على اخبار التعليم، انا وانت في الفيديوهات بتاعتك قلتي ان انت فقدتي وظيفتك، الكلام ده حقيقي؟ في ايه يا استاذ اسامه، خضيتني. لا بجد، لا لا، الموضوع ده ايه؟ هو ده حقيقي والله، وانا يعني هدعي حاجه زي دي، حد في الدنيا بيدعي نفسه حاجه زي ديت يعني؟ طب انا فعلا مشفوني من شغلي يعني. طب مشوكوا من شغلك ليه؟ ايه السبب؟ في سبب مقنع؟ لا والله ما محدش قال لي اي حاجه خالص يعني. انا لسه واخده شهاده تقدير، وعايزه اقول لحضرتك ان انا كنت مصابه بكورونا شهر 12 9 12، وكنت بشتغل مع الولاد اونلاين من البيت، شغل المدرسه، ما بتكلمش على شغلي بره، بتكلم على شغل المدرسه. كنت بشتغل معاهم يوميا وانا حرارتي فوق ال 41 يا الله، من الصبح، والله العظيم ربنا يعلم يعني. انا كنت بشتغل من 8 صباحا لحد الساعه 2، وكان مثلا حتى يعني مثلا مش اشتغل الحصص كلها ورا بعض وبعد كده مثلا على الساعه 11 ارتاح، او مثلا اشتغل من 11 وابقى نايمه الصبح، لا يعني اقوم ادي حصه تانية ما عنديش، قبل ما اشرب حاجه سخنه او اخد دواء ما الحقش. فكانت فتره عصيبه جدا، والحمد لله ان انا قدام ربنا وقدام اولياء الامور والطلاب ان انا الحمد لله ما قصرتش، بالعكس الحمد لله رب العالمين، واخده شهاده تقدير من شغلي. مش كده، بحب شغلي ده جدا والله يا استاذ. طب ايه اللي حصل يا مدام لبنى؟ انا اللي مسميكي اجرأ امراه في مصر، خلي بالك يعني. لو انت فاكره اول محادثه بينا قلت لكم يا جماعه دي اجرأ امراه في مصر، ومن يوميها والاسم خلاص بقى بتاعك، لزق فيا. وانت طلبتي على حاجات كتير للطلبه وتنفذت. هل ده مثلا عشان بتطلبي بكلمه حق يتم فصلك من عملك؟ لا يا استاذ اسامه، انا ما اقدرش يعني اجزم بحاجه معينه. انا كنت في مكان محترم جدا، والاداره ناس الاونر يعني صاحب المدرسه، ويعني المدرسه كلها مدرسه محترمه. انا كنت بحب المدرسه دي جدا بجد يعني، وكنت بحب الطلاب لدرجه مش قادره اقول لك، واولياء الامور ما كانش مثلا عندي مشكله مع حد يعني. بصراحه الحق انا كنت مبسوطه يعني. انا زعلت عن شغل ده ليه؟ لان انا كنت مبسوطه قوي في المكان ده، بحب المكان والله يا استاذ اسامه، والناس كلها انا تعلم الكلام ده. انا في عز الدنيا ما كانت بتشتي تلج والناس بترتعش، انا بدخل اشتغل جوه الكلاس بتاعي بالتيشيرت نص كم من كتر ما انا بتحرك وبشتغل وبقول، والناس كلها يعني هناك وفي اي مكان بتشهد بالكلام ده. واخدت يعني، انا خدت شهاده تقدير يعني، ودي مش يعني مش معتاده في المدرسه ان هم يطلعوا شهادات تقدير كل شويه، ولا خدتها مثلا من موجه عشان عامله برنامج باوربوينت، ولا لا لا، انا خدتها نتيجه مجهودي، وخدتها ما شاء الله يعني مديره المدرسه
دي سيدة يعني أمريكية أصلا، فهي ست ستريت قوي، ومش بتاعت إيه لا نفاق ولا بتاعت، لا ست دغري قوي، وبتشوف بعين النقد مين بيشتغل مين ما بيشتغلش. طيب رغم كل الكلام ده والإنجازات، وانت خبرة كام سنة مدام لبنى؟ لا فوق 20 سنة يا أستاذة، سنة بتدي يعني. مادة ايه؟ بتدي مادة ايه ومادة ايه؟ والله وأنا أصلا خريجة قسم فلسفة، وعملت ماجستير يعني ما كملتهوش، خدت تمهيدي ماجستير وبدأت أعمل ماجستير ما كملتهوش، لأن اشتغلت بعد كده في الحياة العملية فلسفة. ولكن من سنة 98 المدرسة اللي أنا كنت فيها احتاجوا، حصل عندهم أزمة في الدراسات الاجتماعية، فطلبوا مني ان انا اشتغل. طبعا في الاول كنت مفزوعه، انا ازاي، انا ما اعرفش، انا بتاع. فالحمد لله على قد ما اجتهدت في الماده على قد ما بعد كده يعني تفوقت في التاريخ والجغرافيا يمكن عن الفلسفه وعلم النفس. طيب فانا بقالي فوق ال 20 سنه بدي تاريخ، بدي جغرافيا، بدي دراسات للمراحل الابتدائي والاعدادي والثانوي، طبعا تاريخ وجغرافيا والمواد الفلسفيه طبعا من اولى ثانوي لثالثه ثانوي. يا جماعة، بس أنا ان شاء بناشد، الله مشاريع أنا من خلال مدام لبنى أهو بناشد أصحاب المدارس الإسكندرية، معاكم سيدة أجرأ امرأة في مصر، خبرة أكتر من 20 سنة وإنجازات متعددة. أنا بقولها لك أهو، واثق مليون في المية يا أنت استاذ مشيتي. لا لا ليك، ده بيدوروني على حقك. وظيفة ولا ايه؟ لا لا ده حقك، وده حقك إن أنا أقول كده. بما إنك بتطالبي بكلمة حق، ده اللي حصل لك، عشان كده تم فصلك. الله اعلم برضو، بس انا بقول ان بنسبة 80% تم فصلك من عملك بسبب كلمة حق. هو للاسف ان محدش قال لي انا ماشيه ليه، وكل اللي طلب مني ان انا اكتب استقاله، وان انا اللي ماشيه لان عندي ظروف خاصه. فحتى انا يعني كنت رافضه ان انا اكتب. طب يا جماعه انا مش عايزه اكتب، انا ما طلبتش ان انا امشي، ولا عايزه حاجه تثبت ان المكان مشاني، انا مش هعمل حاجه، انا خلاص يكفي ان حد يقول لي ميس لبنى مش هتكملي معانا، كرامتي مش هتسمح لي ان انا استنى. بعدين المكان انا بحترمه جدا، بحترم صاحب المدرسه، راجل محترم وله عليا جمايل وله عليا يعني افضال كتيره، فانا ما كانش ممكن ابقى ضد رغبته ولا اقول له حقي ولا طبعا خالص. مجرد ان فكره انا اتفاجئت بالكلام ده، واتفاجئت بالخبر ده وبالقرار ده يعني في وقت ضيق جدا، وفي وقت يعني مش انت عارف احنا في كورونا اصلا، يعني ربنا المدارس يسترها. بتمشي المدرسين، فمش بالسهل حد يلاقي وظيفه. لا هو ان فهو شاء ده كان الله كل كده يعني. احنا بقى اللي هنجيب لك الوظيفه، وبنناشد كل اصحاب المدارس. استاذ اسامه لا ده انا عايز حقك، حضرتك تعرف انت حاجه، وقفتي مع اولياء الامور والطلبه كتير، ومن واجبهم يقفوا جنبك. طب لا لا استاذ اسامه كلمه اخيره مدام معلش لبنى. اسمح لي، بس معلش اسمح لي انا اقول لحضرتك حاجه صغيره جدا. هو استاذ اسامه انا لو كنت بفكر في اي حاجه قبل ما اطلع اقول الكلام للناس وحق الناس ما كنتش اتكلمت اصلا. انا لما اتكلمت، وعلى فكره اوعى تفكر حضرتك انا ما انا بعد برضو ما مشوني من شغلي برضو اتكلمت كلام اكتر من الاول، لان حصل. انا بقول كلمه حق. انا ولا حق ولا يا استاذ اسامه يعني هقلق على شغلي السنه الجايه وانا مش ضامنه ان انا اعيش لبكره؟ انا يكفيني دعوه من حد حس ان انا حسيت بيهم وان انا عبرت عن ارائهم، وانا بعبر عن حق. احنا مش على باطل يا استاذ اسامه، صح. احنا على حق. وبعدين هو في السماء رزقكم وما توعدون، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيرزقني، ولا اصحاب المدارس ولا اولياء الامور. اللي بيرزقني وبيديني من عنده او بيمنع عني لو اراد هو ربنا سبحانه الله رب العالمين، من سبع سما بيرزقنا. بس الواحد طبعا يعني بيبقى حزين لما تكون انت عطيت كل اللي عندك حتى في اصعب فترات هي كورونا، وتكون بتدي بالشغل ده وباعتراف الجميع وشهاده تقدير من يعني من سيده فاضله زي ديت، يعني ملهاش بقى في النفاق والكلام ده، على شغلي وعلى الانجازات بتاعتي، وفي الاخر تلاقي نفسك قاعد في بيتك بتدور على شغل، يعني زي لسه الناس متخرجين بتعدي على المدارس وتحط السي في. طبعا وماله، والسعي مش دي مش حاجه عيب ولا تكسف منها، دي مش حاجه عيب ولا تكسف منها، بس يعني عيب ان الدوله تخلي يعني حد في سني وحد في يعني بعد اللي انا عطيته للناس وبعد اللي الواحد عمله في الاخر، ان الواحد يبقى قاعد بيدور على شغل زي الناس اللي يعني لسه متخرجه ومبتدئه. وانا خبره فوق ال 25 سنه، وانا طلبه بتوعي دلوقتي مديري بنوك يا وظباط يا استاذ اسامه، طلبه بتوعي اللي انا كنت بدرسهم ثانويه عامه ما شاء الله، ده تدخل تلاقي مدير فرع بنك، وتلاقي ضابط، وتلاقي دكتور، وتلاقي مستشار، وتلاقي في النيابه، بدي اولادهم دلوقتي يعني مش فاهمني. لا ولا انت امر قامة، بالامر وما قامة بعد يعني. وقيمة، انت قامة وقيمة ربنا مدام لبنى. يخليك، انا انسانه بسيطه جدا والله يا استاذ اسامه، الحمد لله والله رب وده العالمين. ده اقل حاجة اقدمها لك. انا الفيديو بشكرك البسيط على ده المبادره الغريبه
لا لا لا، ده حقك، حقك عليا وحقك على ناس كتير، وكلمة حق بقولها فيكي، انت اجرأ امرأة في مصر. انا عرفتك عن طريق الصدفة، وكان ليا الشرف اللي انا اضيفك لقناة اجيال اندلس بكل فيديوهاتك الجميلة اللي اثرت في الدولة واثرت في اولادنا. فربنا يجزيك خير، واللهم قدر لك الخير وارضكي به ان شاء الله، وربنا يرزقك من حيث لا تحتسبي. وده خليكي فاكرة الكلمة دي، وبنشكرك كتير جدا يا مدام لبنى. كده يا استاذ شكرا، اسامه، جدا جدا شكرا يا جدا، فندم. ويا رب بس نقدر نجيب حق الناس ان شاء الاول، الله حقنا مش مهم. ان شاء الله. شكرا يا استاذ، شكرا يا متشكره فندم جدا على ذوقك والله، على يعني دماغي يا شرفتني فندم. والله بالمكالمه دي، الله يكرمك يا ربنا فندم. يخليك. شكرا، شكرا يا استاذ، مع السلامة. مع السلامه. وبعد المداخلة مع مدام لبنى عبد العزيز، أجرأ امرأة في مصر، وبعد المطالبة بحقوق ولادنا، أنا بقولها أهو إن هي تم فصلها من عملها بسبب اللي اتعمل على صفحتها، واللي اتعمل كتير، كان بتهكر على صفحتها حاجات كتير عشان بتطالب بحق ولادنا. فأنا بناشد كل أصحاب المدارس معاكوا خبرة أكتر من 20 سنة، شوفوا مدام لبنى عبد العزيز أجرأ امرأة في مصر اللي بتطالب بحق ولادنا إزاي تتفصل من شغلها عشان كلمة حق. تحياتي لكل اصحاب كلمة الحق، تحياتي لكل مصر، تحياتي لكل اولياء الامور والطلبة. ان شاء الله ربنا هيقدر لنا الخير وهيرزقنا من حيث لا نحتسب. صدقوني، ربك اللي بيرزق، ربك اللي بيحمي، هو رب العرش، رب العرش العظيم. سبحانك يا الله، كن فيكون. تحياتي ليكم وتحياتي لاجرأ امرأة في مصر. مع الف سلامة.